كبيره جدا من رؤساء الأندية اللي موجودين ورؤساء البعثات كلهم بتنظيم النادي الأهلي وبالدور اللي بيقوم بيه النادي الأهلي في البطولة. امبارح حتى كان في اجتماع مع رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة دكتور عمرو علواني، وهم طبعا المفروض بيقولوا السلبيات والحاجات دي. هم امبارح كان في سؤال غريب جدا، ان ايه السلبيات اللي احنا شايفينها مش اللي هم شايفينها؟ فطبعا دي بتدل النادي الاهلي قايم بدوره على اكمل وجه. لو بخص كمان الاستاذ محمد الجراح رئيس اللجنه العليا والاستاذ محمد الضماطي على المجهود الكبير، بيدوا رساله الشباب اول بطوله يمكن بيسند ليهم من مجلس الاداره وتطلع بالمنظر ده، ولسه كمان عندنا بطوله رجال ثم بطولتين يد، ده مجهود كبير جدا يا كابتن ياسر. احنا استعنا كان من التوجيهات الكويسه جدا في البطوله ديت ان احنا نستعين بالشباب، استعنا بمجموعه كبيره من اعضاء النادي من الشباب اللي هم كانوا مرافقين للفرق وقايمين بدور كويس جدا واثبتوا وجودهم كويس جدا، وبصراحه حاجه مشرفه. اعضاء النادي، ابناء الاعضاء، المشرفين على او المرافقين للفرقه الرياضيه هيمين دور كويس قوي وذللوا كل العقبات اللي قابلتهم وعاملين ربط كويس قوي مع اللجنه المنظمه ومفيش منهم اي مشاكل، ونقدر نقول ان قاموا بشغلهم على اكمل وجه. عدد كبير جدا من الفرق المشاركه 19 فريق، ويمكن ده عدد كبير وفي وقت قليل جدا. ازاي قدرتوا ان انتوا تنسقوا العدد مع لجنه الاستقبال مع لجنه الاقامه والعاشة؟ ازاي قدرتوا ان انتوا توفقوا كل الامور ده كابتن ياسر الفتره اللي فاتت؟ يمكن الاستقبال قام بدور كويس جدا، وكان صعب علينا ان في فرق جت كتير وفرق ما كانتش قايله ان هي تيجي، ووصلت الساعه 4 الصبح والساعه 2 صباحا. لجنة الاستقبال قامت بدور كويس قوي وما قابلتناش اي مشكلة في استقبال الفرق وتسكينها. حضور الجمهور النهارده مع مباراة النادي الاهلي، يمكن نادي الشمس هيلعب الساعة 6 والنادي الاهلي ان شاء الله في الساعة 8، بتشوف النهارده المنافسة الثانية او المباراة الثانية للنادي الاهلي بتشوفها ازاي؟ ان شاء الله المنافسة تبقى كويسة جدا، والجمهور بيدي اي منافسة رونق وجمال للمنافسة، لان بدون الجمهور ما بتبقاش الرياضة ممتعة، لان الجماهير هم اللي بيخلوا اي جيم او اي ماتش له طعم، والجمهور ده يعتبر لاعب اساسي في المباراه. شفنا